السلام عليكم. لبس لأن نحن في هذه اللحظات واخدين العزيمة باش نتنقلوا إن شاء الله بعد عناء داما لأزيد من 4 سنين تقريبا، قول 4 سنين قل شهر، متواجدين يوميا بدون انقطاع بدون توقف. ما كاينش زلم من الأزلام يقدر يتفرغ تفرغا تاما، ماشي الأبواق المأجورة ديال الأسياد ديالو، تجاوز عيشورة، تجاوز عيشورة، ما يقدرش يتفرغ، يتفرغ تجري عليه المهيرة، مسألة لا تناقش. كما كنا في منذ البداية والملف ديال ضحايا النظامين اللي تفرغنا ليه بعد ما تم الإقبار ديالو تماما، طمس المعالم ديالو في عز كورونا، كنا تنجوبوا المغرب كامل تنباتوا نخاطروا بالصحة ديالنا ونباتوا في الوطيلات وننفق من مالنا الخاص وبفضل الرجال الأحرار والحرائر الذين ساعدونا هنا ودعمونا يعني في وقت المحنة، والفضل كل الفضل يرجع الأستاذ منى أفتاتي والأستاذ عبد العزيز أفتاتي والأستاذ العديل والأستاذ المهيلي والأستاذ الدحمان، كلهم ساعدونا حتى تم الاعتراف بالملف ديالنا من داخل البرلمان 10,200 متقاعد من 2003 إلى ما تم 2011، ما جابوهاش الأقزام ولا الأبواق المأجورة. والآن ونحن على مشارف الانتهاء لابد أن نكون متواجدين كما كنا في البداية، في الانطلاق نكون في الوصول. إذن تنحيي جميع الأخوان الأحرار والحرائر، دائما كنت نقول لكم ليه تدخل عندي في المير ما نعطلش الهردوسية ديال يمه نهائيا، حال هاد الأزلام لا ما يقدرش يوقف قدامنا ويخرج كلمة واحدة من اللي خرج نهائيا، ما يقدرش نهائيا. تنعرفوا أنصاف رجال، المشكلة هي الواحد من تتجيه ديك الهرة تولي فيه البارطية من يتكبر تيولي خاصو يخلص عليها، تيولي خاصو يخلص. فنحن لا نهاب أي قزم من الأقزام أبدا. الوقت اللي كنا احنا في ليزون سود مع الطروازيان مع الإخوان اللي ترينا معاهم جنبا إلى جنب وعايناهم ورابينا معاهم اون بلان أكروشاج، كانوا هاد الأقزام لا يجرؤون أن يغادروا حتى بيوت النوم ديالهم، ما بالك أن يغادروا براكة الربعين. نهائيا القهيوة تنديروا فيها وشادين الطريق، الله يعطي الهردوسية اللي ولدتك الفالس لك حلي ضربك، ثم يبانوا لنا الرجال حتى يبانوا لنا أنصاف الرجال، يبانوا لنا أنصاف الرجال. أما الإخوان في النقابات فكلهم إخوان لنا، نحترمهم ونعزهم ننتقدهم لأنهم أبناء جلدتنا من أجل أن يصححوا الأعطاب والأخطاء التي ارتكبت تحت أعينهم في السابق وستعالج. أما الآن يالله كي خرجتوا من سباتكم من وكوركم من جحوركم كالجردان، فتبا لجميع الأزلام، تبا لجميع الأزلام، ولا يهمنا الأمر ديال الهردوسية اللي ديال الهم كحل اللي ضربك نهائيا. والآن شادين الطريق وما مساليش، ورغم ذلك وحنا في المقهى وقلت باش ندير هذا الفيديو وتحدى الهم الكحال ديالك نتلاقاو في أي مكان، اختاروا في مكان أي مكان. غتبقى تقول تبكي ليا بحال الأولية،
تبكي لي بحال الاولية. راه ما عندناش فرانا مان حنا، ما عندناش مارشاريان، كاين اون افون توت. يلا دور 120 حوتالات الحوتالات، واستسمح من الاخوان والاخوات الاحرار والحرائر، ما تنساوش بارطاج ولا ينتقم حتى تعم الفائده، كثر الجيم الاعجاب لايكات دور 120. وهو زعما كاين يحرفونا على الاصل ديال المشكل. سنبين ونعري ونسفح التسفيحه ديالكم نهائيا، هبطوا لكم السروال على كل شيء. هاد الخروقات وهاد الشيء اللي داير، يا الله فاقوا من الناس ولاو تيقول لك راه غادي يكون هناك يعني شي انعكاسات سلبيه، انتظروا المفاجاه. حنا راه قلنا 700,000 سنه، 700,000 سنه قلنا، وعارفين البيرو طاح. اما الجربي راه تيبقى غا جربي، الجربي تيبقى غا جربي، وغادي نتفرغوا لهاد الملفات وغادي ننوروا الاخوان. اما الملف ديالنا فبالعزيمه والصبر سننال الحقوق ديالنا كامله مكتمله غير منقوصه. اما اللي كلته الهردوسيه يقلب على سيدي خلخل، ولا يمشي عند قابقاني الحاج العثماني يخلخل عليه. يلا دور 120، تبارك الله عليكم.